السلام عليكم. النهارده ان شاء الله ميعادنا مع الحلقه التاسعه من حلقات الاستجراف. احنا خلصنا تقريبا معظم الادوات الموجوده في الاستجراف وعرفنا ازاي نستخدمه، عرفنا ازاي الاستراكشر بتاعه الفايل سيستم، عرفنا ازاي نستخدم معظم التولز اللي موجوده، طريقه استخدامها، طريقه تسييرها في البرنامج. النهارده ان شاء الله هنتكلم على موضوع هنبتدي النهارده نشتغل اول مره، نبتدي نعمل عمليه سيزميك اناليسيس او تحليل البيانات، وده هيتم عن طريق حاجه اسمها التست سيجنالز، ودي زي بوكس كده انا بنستخدمه علشان نعمل بي جنريشن او كرييشن لبعض السيجنالز ونعمل عليها بعض الدراسات. الحقيقه يعني انا اضطريت اعمل التولز دي عشان خاطر اعمل تيست لبعض الميثود الموجوده في البرنامج. يعني مثلا انا بعمل انفرجن لبعض الفانكشنز، فانا بخلق فانكشنز ببارامترز معينه واحاول اعمل لها فيتنج واشوف هل هو قدر يعمل لها فيتنج صح ولا لا. تمام، فهنبدا النهارده ان شاء الله. نبدا دلوقتي نشوف البرنامج كويس. دي البدايه، انا دلوقتي فاتح البرنامج في مطرح ما كنا واقفين اخر مره في بروجكت 11. خلاص احنا بقى هنشتغل بقى في التست سيجنال، فمش مش محتاجين ريال سيجنال يعني. فهنشوف التست سيجنال موجوده في المنيو رقم 1 2 3 4 5 6 رقم 6 في المنيو. اول ما هنفتح المنيو هتبص هنلاحظ هنا في بعض الايه المنيو سب منيو. دوسنا على اي واحده فيهم هنفتح. طبعا هيسالني الاول هل اللي انت عايز تعمله دوت هتضيفه على نفس الايفنت ولا لا. طبعا بما ان احنا بنشتغل على التست سيجنال على موضوع مختلف تماما، فهنضطر هنقول نو عشان نعمل ايفنت جديده خالص. هل هي واحده من دول؟ لا طبعا مش دي. هنبتدي نشوف واحده ثانيه، هنعمل كرييت نيو. هو هيفترض لي او هيقترح لي اسم ايفنت اسمه تيست سيجنال 1. اسم معقول ظريف، ماشي اوكي نقول اوكي. عمل ايفنت اسمه سيجنال 1 فاضي، وبدا يفتح لي حاجه اسمها ايه التيست ويف جنريشن او التيست سيجنال بوكس. التيست سيجنال بوكس هنلاحظ ان هو موجود في الكومبو بوكس ده في عدد من الفانكشنز اللي ممكن نعملها، عدد من السيجنال اللي ممكن نعملها. وكل سيجنال ليها بعض البارامتر محتاجه ان انت تملاها عشان تعملها. البارامتر الثابته اللي موجوده هتلاقي في حاجه اسمها النمبر اوف سامبل، عدد السامبلز اللي انت عايز تعملها، السامبلنج ريت قد ايه، واسم السيجنال تريس نيم جاست عشان نحطه على الجراف يعني. ايه وبعد كده عايز البارامتر اللي هي خاصه كل سيجنال اللي فيها بارامتر مختلف عن الثاني. فراح احنا بنتكلم مثلا على اللاين. اللاين ده معناه ان هو هيعمل دي سي سيجنال او عباره عن خط مستقيم. اللاين ده مش محتاج منك غير تقول له بس الامبليتيود، عايز قد ايه امبليتيود. لو انا مثلا قلت 1 اعمل لي سيجنال عباره عن لاين 2048.3 متر في ثانية وليه امبليتيود 1، هنقول ابلاي هيعمل لي سيجنال عباره عن لاين. خلاص طبعا ده يعني دي هنعوزها وهقول لكم ليه في وقت تانية. طيب طيب في حاجه اسمها سبايك. سبايك ما هي الا ايه؟ هي عباره عن كلها زيرو ما عدا نقطه واحده بس فيها ماكسيم امبليتيود انا بحدده، اللي هو هيكون مثلا 1 وعند تايم كذا. عند تايم 1 اعمل لي سبايك ليها امبليتيود 1. شكلها ايه؟ شكلها كده. لو قلت 1 يبقى ابلاي كده هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن كل السامبل عباره عن كل الفانكشن عباره عن زيرو، ولكن عند 1 سكند في ماكسيمم بيك اسمها 1 ليه امبليتيود 1. دي واحده من الايه من الفانكشن. الفانكشن الثانيه اللي هي ستيب فانكشن. ستيب فانكشن دي برضو هيحتاج منك ايه؟ عباره عن كده، عباره عن بيريد اوف تايم ليها امبليتيود الباقي زيرو. فمثلا لو قلنا امبليتيود 1 وتبدا من التايم 0 لغايه التايم 6 قلنا ابلاي هيبقى شكلها كده، عباره عن سكوير او بوكس، عباره عن بوكس كده اللي يبدا من 2 سكند لفوق ل 6 سكند وليه امبليتيود 1 والباقي كله 0.
طبعا الفانكشنز دي احنا بس بنستدرضها لان احنا محتاجين هنحتاجها بعد كده، بس انا بس بحاول اوصل لكم او اقول لكم كل الفانكشن اللي موجوده في البرنامج ايه ونبتدي نشتغل عليها واحده واحده. الفانكشن اللي بعدها اللي هي ساين كوزاين. ساين كوزاين دي تعتبر اهم فانكشن انا بستخدمها عندي هنا في البرنامج للتست. هي عباره عن انها بتكريت لي ساين ويف اللي هي فريكوانسي واحد، يعني مونو فريكوانسي سيجنال ليه امبليتيود 1 او اللي اختاره، واللي هي فريكوانسي 1 لو فرضنا انها كده. طبعا دي الفانكشن بتاعتها عباره عن ايه الامبليتيود ساين 2 باي اف، الاف اللي هي اللي احنا اخترنا نكتبها هنا في تي بلس بي اللي هي الفيز اللي هي ايه بتكتب هنا، يعني بختار الامبليتيود والفريكوانسي والفيز بتاع الساين ويف اللي انا عايز اعملها. لو قلت ان انا عايز اعمل الساين ويف بالامكانيات دي هقول له ابلاي، فهيديني هيعمل لي على طول الساين ويف بالشكل ده لامبليتيود من 1 لماينس 1 و طوله طبعا يتناسب مع انا واخد كام سامبل وكام سامبلنج بير سكند. تمام، دي عباره عن ساين ويف ليها ايه 1 هرتز 1 هرتز وامبليتيود 1. لو انا في اي فانكشن انا عايز اعملها فانا بدوس على بدوس بعد ما اقول ابلاي والفانكشن تعجبني انا بدوس اد اضيفها على الايفنت. خلاص طيب ايه تاني غير الساين كوزاين؟ في مثلا البرون ديسبيسمنت فانكشن، طبعا دي من ضمن اهم الفانكشن اللي انا بستخدمها للتست، واللي هي تيبيكال برون موديل فانكشن انا بعملها بكريتها ثيوريتيكال. دي المعادله بتاعتها عباره عن فلات بارت والكورنر فريكوانسي والباور، وانا مطلوب مني مثلا ان اقول له فلات بارت عايزه كام والكورنر فريكوانسي كام والباور او سلوب بتاع الفانكشن كام الفول اوف فريكوانسي ليه سلوب قد ايه. فلو انا مثلا عايز اعمل الفانكشن بالشكل ده اقول ابلاي هيعمل لي ثيريتيكال كيرف لبرون موديل ديسبيسمنت بالفاليو دي. لو انا عايز اغير اي حاجه اغير الكورنر فريكوانسي، عايز اغير الفول اوف سلوب، اقدر اعمل اي حاجه. دي مجرد انها فانكشن. طبعا دي انا استخدمتها ليه؟ لان انا لما كنت بعمل ميثود لعمل انفيرجن للريال برون موديل فلازم اعمل تيست للشغل بتاعي، فبكاريت كيرف ديسبيسمنت برون موديل ديسبيسمنت واحاول اعتبره هو ده اللي انا عايز اعمل له فيتنج واحاول اطبق الميثود بتاعتي عليه. لو قدر يعمل لي فيتنج ويجيب نفس البارامتر دي اذا هو قدر نجح ان هو يعمل الميثود صح. لما بعد كده طبقها على الريال داتا بتبقى ريزونبل يعني. طيب الحاجه الثانيه في برضه برون موديل فيلوسيتي اللي انا ليها برضه نفس المعادله، ولو عملت ابلاي هو ده شكل البرون موديل فيلوسيتي، ده الكورنر فريكوانسي وده الفول اوف فريكوانسي. تمام تمام. اللي بعدها سويب. طبعا سويب دي برضه حاجه مهمه. سويب دي ما هي الا ساين ويف بس متغيره التردد، تبدا من تردد معين تنتهي بتردد عالي. فهو بيطلب منك ان انت تدخل الامبليتيود واللور فريكوانسي اقل فريكوانسي والماكسيمم فريكوانسي والفيز، بمعنى ان انا مثلا هبدا بفريكوانسي نص هرتز 0.5 هرتز وهنتهي بايه ب 10 هرتز. سواء ابدا الاول باللو فريكوانسي يوصل لايه للهاي فريكوانسي. مثال لذلك لو انا قلت ابلاي كويس هو ده. لو خدنا بالنا ان بدايه التريس عباره عن 1 يعني لو فريكوانسي وبعدين بيبتدي يزيد لغايه ما يوصل للماكسيمم فريكوانسي اللي احنا اخترناه. ممكن نغير زي ما احنا عايزين، نحط اي فريكوانسي احنا عايزينها. طيب اللي بعده الميكسد. هي عباره عن ساين ويف ولكن معمول لها مضروبه في اي تو ذا باور اي تو ذا ماينس فاليو. ده بيعمل ديكاي للسيجنال. مثال لذلك مثلا لو انا عايز اعمل ساين ويف ل 1 هرتز ولي ديكي باور 1 يبقى شكلها كده. هي عباره عن 1 هرتز بس حصل لها ديكي سريع جدا مع ايه؟ مع التايم، والديكي ده بيتغير مع ايه؟ مع الفاليو ده. كل ما الفاليو ده بيتغير كل ما ممكن اقصر الديكي او اقلل. كويس؟ طيب تعالى نشوف اللي بعده. بولينوميال برضو دي كان محاوله ان انا اعمل بولينوميال فيتنج لاي بولينوميال ايكويشن. مثلا لو عندي ايكويشن واي equal a plus bx plus cx square plus dx cube حاجه زي كده، فانا ممكن اعمل كرييت لاي بولينوميال فانكشن لو دخلت له a و b و c و d بالفاليوز اللي انا عايزها.
لو فرضا انا عايز اعمل كرييت للفانكشن دي ادوس ابلاي هيديني دي بولينوميال فانكشن عباره عن ليها الكوفيشن دي. دي برضه انا بس كنت بستخدمها ان انا كنت بعمل فيتنج لينير فيتنج لاي ايكويشن. طبعا كنت بعمل تيست ان انا بكريت البولينوميال فانكشن بالشكل ده واحاول اطبق عليها الميثود وشوف هيعرف يعملها فيتنج ولا مش عارف. طيب ترابيزويد ترابيزويد هو بيخلق حاجه اسمها ترابيزويد فانكشن. ترابيزويد فانكشن دي احنا بنحتاجها في الشغل السنسيتك عشان نعمل حاجه اسمها سورس تايم فانكشن، هنتكلم عليها برضو لما يجي دورها. بس يكفي ان احنا بعارفين ان انا محتاج اعمل ترابيزويد ايكويشن بالشكل ده. مثلا يبدا من الثانيه على رقم 1 اللي هو السكيلنج بتاعنا 1، امبليتود بتاعنا 1 كويس، و طبعا سوري السكيب اللي هي دي ال1 دي اللي هي دي سكيب يعني سيب ثانيه وابتدي يتحرك الفانكشن. في دي تي محتاج اعرف دي الدلتا تي 1 دلتا تي 2 دلتا تي 1 اللي هي المسافه من هنا لهنا، هنا مثلا بدا من 1 وصل 3 يعني الطول ده كام؟ ثانيتين، يعني بحط ثانيتين. الدلتا تي 2 دلتا تي 2 اللي هي البيريود بتاع الترابيزويد طول الفلات بارت دي قد ايه؟ وليكن فرضا 4 يبقى ايه؟ هيبدا من 2 من 3 الى ايه؟ الى 5 تمام؟ حابب اغير اي بارامتر اقدر اغيرها، اقدر اخليها صغيره اقدر اخليها كبيره، المهم ده حسب ما انا عايز بالنسبه للشغل اللي انا محتاجه. في بعد كده في الرابشر سورس تايم فانكشن دي ليها حاجه خاصه بالرابشر لينس والفيلوستي رابشر فيلوستي والفاي والفاي داش. حسب الايكويشن دي انا لو انا عندي البارامتر اللي انا محتاجها ممكن اكريت سورس تايم فانكشن تناسب مع الرابشر لينس والفيلوستي رابشر فيلوستي وبعض البارامتر الاخرى فولوينج ايه الايكويشن اللي فوق. خلاص اخر واحده اللي هي النويز سيجنال زي ما قلنا في اول المحاضرات. هو عباره عن انا بكريت نويز بدخل له الفريكوانسي سورس تايم سيجنال تو نويز ريشيو وبدخل الثلاثه فريكوانسيز هيخشوا جوه بعض ويكملوا لي نويز سيجنال زي ما احنا شايفين. كويس؟ طيب دلوقتي انا عايزين نبتدي نشتغل نقول ايه؟ نقول مثلا عايزين نفهم يعني ايه يعني ايه فريكوانسي اصلا؟ يعني ايه سيجنال؟ ايه فريكوانسي؟ فهبتدي هنطبق حاجه اسمها الساين كوزاين سيجنال، ودي منها هنبتدي نتعرف يعني ايه فريكوانسي. فرضا لو انا عايز اعمل فريكوانسي مثلا ل 4096 سامبل و200 سامبل بير سكند عشان بس يبقى فيها ريزوليشن اكتر، وعايز اعمل 1 هرتز تمام وامبليتود 1، قلت له ابلاي عمل لي السيجنال بالشكل ده كويس. طب انا عايزها عشان اعمل لها شغل فاعمل اقول اد كده دخلتها فين؟ في الايفنت كده. اول ايفنت اول تريس اتعمل في الايفنت اللي هو اسمه ايه؟ ساين ويف. طبعا دي خليها ساين خليها ماشي خلاص عملناها. طيب عايزين نعرف ايه السيجنال دي او ايه اللي يمتاز بيها الساين ويف دي وال1 هرتز دي. تعالى نعمل لها حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها فاست فور ترانسفورم. لو احنا عملنا لها فاست فور ترانسفورم فرضا نتوقع نلاقي ايه؟ نتوقع نلاقي ان احنا عندنا 1 بيك بس. ال 1 بيك دي واقفه عند 1 هرتز. ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انت عندك سيجنال ليها واحد فريكوانسي واحد فقط لا غير، مفيش اي ترددات خالص في الحيز من 1 لغايه الاخر، وبرده اقل من 1 مفيش خالص ترددات، لكن اكبر حاجه موجوده في السيجنال هي 1 هرتز وعامله بيك واحده بس عند 1 هرتز زي ما احنا ايه عملناها بالظبط. وبرده عشان نعرف يعني ايه 1 هرتز، 1 هرتز دي تعريفها يعني 1 سامبل سوري 1 سايكل بير سكند. يعني 1 سايكل بير سكند؟ تعال نعمل زوم كده للتريس ده ونشوف ايه يعني 1 سايكل بير سكند. تعال نعمل ناخد 1 سكند بس من التريس، يعني نقعد نوسع في التريس كده زي ما قلنا يعني زوم، نقعد نوسع عايزين ناخد من 0 لغايه 1. تعال نقعد نمشي كده لغايه ما نجيب 1 هرتز بس. لو عملنا 1 هرتز بس لغايه ال 1 بالظبط هتبص تلاقي عندك ايه؟ عندك 1 سايكل. ال 1 سايكل يعني من اول 0
او الزيرو او الماكسيمم، المهم بدايه الويف تكون هنا تنتهي عند نفس النهايه برضو ايه نفس النقطه هنا عند الزيرو، يبقى معناها دي كلها 1 ايه 1 سايكل اوف ساين ويف. طبعا هو في الساين بيبدا بزيرو وبعد كده 1 بعد كده زيرو بعد كده ماينس 1 بعد كده زيرو، هو ده ايه تعريف الساين خلاص. فده ده معناها ان احنا عندنا 1 هرتز سيجنال. لو انا عندي 2 هرتز يبقى لو عندي 1 سايكل ونفس الثانيه دي هتلاقي فيها 2 سايكل، وعندي 3 هرتز هتلاقي نفس 1 نفس الثانيه نفس الثانيه هتلاقي فيها ايه 3 سايكل وهكذا. طيب تعال بقى نكمل موضوعنا، نعمل ايه؟ نعمل واحده كمان اتفضل. طبعا انا ما خرجت من الستيت تيستنج، لو عايز اخش تاني على نفس الايفنت فبيسالني هقول له اه اد ديستريس تو تو ايفنت سيجنال 1 هقول له اه عشان ايه اكمل الشغل على نفس الايفنت ما يروحش ايفنت تاني كويس. طب هعمل ساين كوزاين تاني، بدل ما هقول له بدل ما هقول له 1 هرتز هقول له مثلا ايه هقول له مثلا 2 هرتز مثلا apply ده 2 هرتز كويس اد. هنعمل بس هنعمل كرييشن لكذا واحد عشان نشتغل عليهم شويه. مثلا لو قلنا كمان هنعمل 5 هرتز 5 هرتز عايز اسمي ده برضه عشان نبقى عارفينه ساين 5 يبقى ده ساين هرتز apply اوكي اد 5 هرتز عامله ازاي تمام. طبعا يعني 5 سامبل بير سكند، يعني كل ثانيه فيها 5 سامبل 5 ايه سايكل مش سامبل سايكل خلاص. طيب ادي ال 5 هنعمل كمان 10 كنت هقول لكم ليه انا بعمل كده. هنعمل 10 واحط هنا 10 اوكي ابلاي ادي 10 هرتز. طبعا الشكل طبعا معمول عشان خاطر ايه لما احتاج ازود السامبل شويه عشان تبقى تبان الرسمه مظبوطه، هي مظبوطه بس الرسمه بس اللي موضحه كده. طيب تعالى نعمل كمان 15 يلا بقى ايه نعمل حاجه كده مختلفه 15 هرتز يبقى عندي سيجنال ساين ويف 15 يعني كل ثانيه فيها 15 سايكل خلاص اد. طيب طيب انا نسيت اكتب عليها 15 خلاص مش مشكله. دلوقتي احنا ايه تعال نلعب لعبه حلوه كده، تعال نعمل ايه فاست فور ترانسفورم لكل واحد. قلنا اول ده عملناه طلع 1 خلاص عملناه طلع شفنا على البيك عند 1. طب الثاني ده اللي احنا قلنا المفروض ان هو ده 2 هرتز خلاص خدنا بالنا برده نفس الحكايه برده هي 1 بيك عند 2 هرتز، اذا ده معناه ان دي سيجنال فيها فريكونسي واحد بس هو 1 هرتز سوري 2 هرتز. طيب تعال نشوف اللي بعده نفس الكلام لو عملنا فاست فور ترانسفورم للثالث اللي هو 5 هتلاقي برضه عند كام عند 5 ادي 1 2 3 4 5 عند بيك واحده ايه بتقول لي ان دي عند 5 فيكس 1 فريكونسي بس. يبقى ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا لما اشوف سيجنال فريكونسي سبيكترا هقدر اعرف من الشكل بتاعها انا عندي فريكونسي كونتنت ايه؟ بمعنى دلوقتي الايفنت انا اخر واحد اخترته ده عند 10 هرتز بيقول ان في 10 هرتز في بيك واحده بس يعني في فريكوانسي واحد. اذا من الشكل ده كده اعرف اقول ايه لما الاقي بيك كده اذا انا عندي فريكوانسي كونتنت في السيجنال دي عباره عن ايه فريكوانسي واحد بس اسمه 10 هرتز وهكذا خلاص. طيب احنا كده شفنا ايه سيجنالز مختلفه بكل واحده ليها فريكوانسي مختلفه. تعالى بقى نعمل حاجه اسمها ايه حاجه كنت قلت لكم عليها المره اللي فاتت اللي هي الكونفوليوشن، ودي كونفوليوشن احنا ما اتكلمناش عليها. تعالى نتكلم عليها النهارده هنشوف يعني ايه كونفوليوشن، يعني ايه ان انا اعمل كونفوليوشن لاثنين تريس مع بعض بفريكوانسيز مختلفه وايه اللي بيحصل فيهم. فمثلا لو انا عملت كونفوليوشن لفرضا الفريكوانسي الاولاني اول سيجنال ده اللي هو 1 هرتز زي ما قلنا مثلا او مثلا ال 10 مثلا ده مع ده هيبقى شكلهم ايه؟ فالكونفوليوشن بتاعهم هيعمل ايه؟ هيعمل حاجه زي كده. ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان هو احتفظ بال 1 هرتز بتاعته بس دخل جواها ال 10 هرتز. الاثنين مع بعض حصل لهم ايه؟ كومباينيشن مع بعض واصبحوا فيز واحد سيجنال واحده فيها الاثنين مع بعض. طيب انا اتوقع لو انا عملت الفوريا ترانسفورم للسيجنال دي اتوقع الاقي ايه؟
تعال نشوف مع بعض. هقول له اد، ادخله معايا في الايفنت، وهو مرسوم في الاخر اهو زي ما احنا شايفين. اخر سيجنال ده عباره عن ال 1 هرتز مع ال 10. طيب تعال نعمل قبل ما نعمل اف اف تي برده، نعمل ايه برده، نعمل الاف اف تي مع ال 1 مع الاخير خالص اللي هو ال 15 ده مع ده. سوري انا عايز اعمل كونفوليوشن، سوري اسف، كونفوليوشن لل 1 مع ال 15 مع، لا مع ده، سوري مع ده ال 15. تمام. هنلاحظ بقى ايه برضو، لا زال برضو ال 1 هرتز، وايه وراكب عليها الموجه الثانيه اللي هي الهاي فريكوانسي اللي هي الايه ال 15 هرتز. طيب عايز ابص عليهم بقى في شكل الفوريا ترانسفورم. انا دلوقتي عرفت ان انا لما الاقي فوريا ترانسفورم في بيك، البيك دي تقول لي ايه؟ ان ده الفريكوانسي كونتنت بتاع السيجنال. طب ما لا، يبقى لما الاقي اثنين بيك يبقى ده ايه؟ معناه ان السيجنال دي فيها ايه؟ فيها اثنين فريكوانسي، ثلاثه بيك، وهكذا. فده اللي احنا بنبتدي نعرفه. اعمل الاف اف تي كده للسيجنال الاخيره او اللي هي اللي قبل الاخيره اللي احنا قلنا عليها، عملنا لها كونفوليوشن. هنلاقي هنا بقى في حاجه جايبنا جدا، هتلاقي في بدل ما كان عندي 1 هرتز بس، لا ال 1 هرتز سيجنال ايه؟ ادي 1 هرتز عند البيك دي، وبرده في بيك تاني عند ال 10 هرتز. يبقى هو ده بقى، يبقى ده اللي بتكلم عليه. انا ببص على الفريكونسي ده، اول ما ببص على السيجنال على السبكترا ده، انا على طول من غير ما اتكلم ابص، في اثنين فريكونسي في الموجه دي في التايم دومين. التايم دومين بتاعهم فيهم ايه؟ فيهم اثنين فريكونسي، واحد اسمه واحد 1 عند 1 هرتز، وواحد عند ايه؟ عند 10 هرتز. طيب تعالى بقى نتوقع بقى الفور ترانسفورم بتاع اخر تريس انا عملته، اللي هو ده المفروض هيكون ايه؟ لو عملنا له اف اف تي، انا اتوقع هيكون ايه؟ بالظبط كده، هتلاقي ال 1 مع ال 15 هرتز. طبعا دي 10 ودي 20، احنا عشان اللوج سكيل يبقى دي 15. كويس، يبقى هتلاقي البيك عند ال 1 هرتز والبيك عند ال 15 ايه هرتز. طيب تعالى نعمل كمان لعبه ثانيه، تعالى نشوف مثلا لو عملنا مثلا رقم 2 او رقم 3 مع الاخير، يعني 3 مع 5. نعمل كونفوليوشن 3 مع 5. اوكي. ايه ده؟ راحة غريبة جدا. تعال نشوفها شكلها ايه؟ نعمل اد. تحط في الاخر خالص اللي هي دي. شكلها غريب جدا دي. تعال نعملها، يا ترى بقى شكلها اف اف تي اي بتاعها. تعال نعمل لها فوريير ترانسفورم. هنبص عليها. هتلاقي فعلا اثنين بيك منورين. واحد عند 5 اللي هو ايه ده 1 2 3 4 5 اهو 5، واحد عند 15 اللي هو 10 15، هما اثنين بيك بس. يبقى السيجنال مهما بانت انها معقده، ولكنها هما عباره عن 2 هرتز بس، 2 فريكوانسي بس، واحد عند 5 واحد عند 15. كويس، ده يقول لي ايه؟ ده يقول لي ان انا لو عندي سبكترا بتاعت سازمك ويف بقى الحقيقيه، شفت بيكس بالشكل ده، ده معناه على طول اعرف ان كل بيك من دي تقول ان هو ممثل ان في فريكوانسي ممثل عند 1، فريكوانسي ممثل عند 15، وهكذا. طيب تعال نعمل برضه حاجه ثالثه، تعال نعمل كونفوليوشن للتريس. يعني مثلا لو عملت مثلا 3 مع 7، يعني اضيفت فريكوانسي ثالث، يعني ده اثنين مع بعض، 7 ده عباره عن اثنين فريكوانسي مع بعض. هحط كمان ثلاثة اللي هو مش شغال معاهم، هضيف عليهم كمان. هعمل له كونفوليوشن الثلاثة، قلنا زي ما الثلاثة مع لو 5 هرتز مع السبعة اللي هو عبارة عن خليط ما بين اثنين فريكونسي، هيبقى عندي كمان حاجة كده ملخبطة. تعالى نضيفها ونشوف هيبقى شكلها ايه لو عملنا لها فور ترانسفورم. فلو عملنا فورمة ترانسفورم اتوقع الاقي ايه؟ ثلاثة هرتز. انا عندي واحد عند ثلاثة في الصورة، ثلاثة فريكونسي، واحد عند ال 1 هرتز، واحد عند ال 5 هرتز،
واحد عنده 15 هرتز. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا ممكن بقى اعمل كرييشن، اخلق اي سيجنال انا عايزه، اضيف كل الفريكوانسز اللي انا عايزها، اقعد ازود فريكوانسز بامبليتيود مختلفه واحصل على السازميك ويف. فاهم ازاي؟ يبقى اذا معناه ايه ان السازميك ويف عباره عن عدد من الفريكوانسز كل واحد فيه ممثل بطريقه او باخرى، اللي هو جاي من الايرث ريسبونس اللي هو جاي من تحت من الارض، والارض بتاثر على الويف بتوصله لينا بفريكوانس معينه. كويس؟ جميع انواع الترددات بتيجي. فانا لما انا بستقبلها عندي على الـ على الـ على الـ على الجهاز وارسمها، واقدر احصل منها على اعرف مكوناتها ايه، فيها ترددات بالشكل إيه؟ بشكلها ايه وبايه بقد ايه ريسبونس. كويس؟ طيب في حاجه كمان عايز اقول عليها. لو انا عملت حاجه قلناها اللي هي السويب، قلنا السويب دي عباره عن ايه؟ عباره عن ساين ويف ليها ترددات مثلا من 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 مثلا اقول من نص هرتز لغايه 10 هرتز او زي ما انا عايز. فانا لو قلت كده هلاقي ايه عندي حاجه بالشكل ده. طب لو انا ضفتها نحفظ معانا من نص ايه، او خليها من بلاش من نص، من 1 عشان مثلا من 1 ل 10 هرتز، او بلاش من 10 من 15 ايه اي من 1 هرتز ل 15 هرتز. تعالى نشوف شكلها ايه لو ضفناها. دي ممثله للعدد من الترددات من اول واحد لغايه 15 هرتز. يا ترى شكلها ايه بقى الفور ترانسفورم؟ مين يتوقع لو احنا جينا نعمل لها الفور ترانسفورم بتاعها، نحولها من تايم دومين لفريكوانس دومين، هنعرف ايه الفريكوانس كونتنت بتاعها للسويت ده. لاحظنا بقى حاجه ظريفه جدا، ان هو ايه؟ قلنا من 1 لغايه 15 عند 1 هرتز بدات تمثيل الموجه من 1، وبعدين فلات بارت مستمره من 1 هرتز ماشيه لغايه 15 هرتز، وبعد كده حصل لها ديكي انتهى. كويس؟ دي بقى الفلات بارت اللي انا عايز اقول لكم عليها بعد كده، اللي هي ايه؟ ان الريسبونس بتاع السازميك سيجنال فيها فلات بارت، يعني كل الفريكوانسز ممثله من اول حاجه اسمها الكورنر فريكوانسي، ده اسمه كورنر فريكوانسي، اللي عنده بيحصل ايه محلل للفريكوانسي من اول هنا، بيبتدي الفريكوانسي بيموت عندي بديكي معين، بديكي دوت بليه سلوب معين بالنسبه لنا احنا بيبقى تقريبا 2 2. لكن غير كده في حاجه اسمها فلات بارت، اللي هو كل اللو فريكوانسي اللي بعد الكورنر فريكوانسي دي، كل الرينج ده بيحصل له بيبقى موجود متمثل في السيجنال في السازميك ويف. فانا عندي من اول هنا لغايه الاخر خالص حسب الريسبونس بتاع السنسور وبتاع الديجيتايزر، المفروض ده كله بيكون خط مستقيم، وبالتالي يبقى ده محتويات سازميك سيجنال. مستوى السبيكترا ده هو اللي بيحدد لي على قوه الزلزال نفسه، اذا كان في انرجي خارج منه قد ايه، بالتالي تتناسب مع السازميك مومنت، تتناسب مع الماجنتيود بتاعته. تمام؟ الكورن فريكونس دوت يتناسب مع ايه؟ برضو مع قوه الزلزال ومع طبيعه السورس. طيب ده يعني مش عايز اطول عن كده، بس ده كده خلاصه التست سيجنال. ازاي نقدر نفك او نعمل اناليسيس للسيجنال، نعرف فيها فريكوانسي قد ايه. عرفنا يعني ايه كونفوليوشن، ان احنا ازاي بندمج فريكوانسز مع بعضها بحيث ان احنا نخلق فريكوانسي اوف مالتي سيجنال اوف مالتي فريكوانسيز. في حاجه ثانيه عايز اقولها نسيت برضه اوضحها، لو احنا خدنا بالنا من الماس قبل كده، في حاجه اسمها تريس اوبريشن. اللي هي تريس اوبريشن اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هو ايه؟ لما بعمل مثلا تريس 1 بلس تريس 2 او تريس 1 ماينس تريس 2 او كده. الحكايه دي برضه ممكن توصلني لنفس النتيجه، ولكن في مشكله ان الاديشن بتاع التريسز هيبقى عرضه لايه؟ لحاجه اسمها الكونستراكتيف ودي كونستراكتيف سيجنال. يعني لو انت بتجمع تريس على بعضها، واحده كانت بيك واحده كانت رف، هتحصل على ايه؟ على زيرو، مش هتلاقي سيجنال. يعني مثلا عملت كوزاين وساين وجمعتهم على بعض، هيطلع في الاخر سيجنال زيرو، لان هو ما فيش كل دي ضيعت دي. وبالتالي يبقى لو جيت عملت لها فريكوانسي بعد كده مش هتلاقي لها ايه؟ فريكوانسي. لكن لو انت عملت الكوزاين كوزاين مالت كونفوليوشن
للكوزاين ساين هتلاقي ايه، هتلاقي فيه طلع الفريكوانسي كل واحده على حده ممثله، مش هيحصل مشكله. هو ده الفرق، الفرق بين الاديشن وبين ان انت بتعمل كونفوليوشن. وبالتالي الاديشن ما بيدينيش في الاخر الفريكوانسي الصحيحه اللي في اثنين، اللي في الاثنين تريس، كل واحده ممكن يحصل لهم دمج مع بعض ويبقى في فريكوانسي ثالثه خالص مش ممثله في هما الاثنين. تمام؟ طيب هو ده اللي انا عايز اقوله النهارده بالنسبه لي للتست سيجنال. احنا كده يعني بدانا نفهم بدايه الكونسبت بتاعه السيجنال بروسيسنج او الاناليسيس، عشان بعد كده لما نتكلم على سازميك ويف ونعمل لها فور ترانسفورم نبقى فاهمين يعني ايه الكلام المكتوب في السبكترا ده. لما نيجي نعمل اتنويشن ونعمل فلتر ونبقى الفلترز المختلفه وكل فلتر ليه فريكوانسي ريسبونس او فريكوانسي سبكترا مختلفه، نبقى فاهمين ده معناه ايه. يعني كده دي بدايه المرحله دي. احنا ان شاء الله المره الجايه هنتكلم بقى على حاجه طبعا كلكم مستنيينها اللي هي اللوكيشن. هنبتدي نشتغل بقى الشغل الحقيقي، اللوكيشن بتاع الزلزال، ازاي نعمل لوكيشن وازاي نظهر الماب بتاعت الهايبرسونال لوكيشن بتاعته، وازاي نغير البارامتر بتاع الماب، حاجات كده بالشكل ده. ان شاء الله هتبقى محاضره، هتبقى ان شاء الله ممتعه باذن الله تعالى. يلا اشوفكم على خير، السلام عليكم.